السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بحتاج إن أنا أقسم الأرضية بتاعتي أو الحوض بتاعي لأجزاء عشان موضوع البري فابريكيشن، يعني أنا عارف المصنع هيجيبها لي على هيئة قطع، كل قطعة مثلا مترين، فهبدأ أقسم الحاجة بتاعتي. طيب خلينا مثلا نيجي هنا مثلا في ليفل 1 ونختار حائط مثلا زي الحائط ده مثلا أهوت، ده الحائط ده من هنا لهنا، وهيجي المصنع جاهز على أجزاء. طيب هقول له انا عايز اعمل edit parties بالشكل دوت، وبعد كده هقول له divide parties، وببدأ اقول له edit sketch، يعني بدل الخط ده من هنا لهنا، لا ده انا عايز اعمل edit sketch، هقول له مثلا ده الخط ده من هنا لهنا، والخط ده برضو من هنا لهنا بالشكل دوت، واقول له موافق موافق. ايه اللي حصل؟ طيب خلينا نشوف الخط ده في 3D عشان نشوف التعديل اللي حصل. طيب لو انت لاحظت لما تيجي تعمل سيلكت ما بيعملش سيلكت للحق، بس خلينا نعمل سيلكت كده لهنا وكنترول اهو، واقول له ارهن في 3D بالشكل ده. طيب هنا بيقول لي شو اوريجينال، يعني اوريجين الحيطه كلها من بارتس فيزابيلتي، هقول له انا عايز اشوف الاثنين، فيبدا يوريك القطع. ممكن بقى تقول له لا انا عايز شو بارتس، هيبدأ يجيب لك كل بارت لوحدها، البارت دي لوحدها، ودي المساحة بتاعتها والحساب بتاعتها، ودي واحدة تانية ودي واحدة تانية. وممكن تعمل جدول للبارتس بحيث يطلع لك في الجدول كل واحدة فيهم هتبقى طولها قد ايه ومساحتها قد ايه، وعندك كام بارتس، وفي الاخر هيبقى لك الحتة الصغيرة ديت فتقول المصنع يصنعها لوحده.